السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصول الاحتياطية للمغرب تبلغ 330 مليار درهم، حيث أشار بنك المغرب إلى أن أصوله الاحتياطية الرسمية استقرت في 24 ديسمبر 2021 عند 330.2 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 0.1% من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع 4.3% على أساس سنوي. وأضاف البنك المركزي أنه ضخم مجموعه 76.2 مليار درهم، منها 32.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 22.8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 21.2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.5 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي عند 1.5% في المتوسط، لافتا إلى أنه ضخ مبلغ 47.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 29 ديسمبر، يعني تاريخ الاستحقاق اللي هو 30 ديسمبر. شكرا على التتبع ديالكم، والسلام عليكم.